مرحبا جميعا، جاسر مصطفى ونكشه راس نكشه خميس، خلينا ننكش يا سيدي. اليوم موضوعنا في الفيديو عن اشي كلنا مقروصين منه، كلنا بنحبه وبنموت فيه وبنعشقه، كلنا متضايقين منه. موضوعنا اليوم الأسئلة المستفزة. طبعا متأكد انه صار نصف خلص، يعني عارف ايش هي الأسئلة، صار جلده يحكه هيك، او مثلا ذاكرته رجعته لشخص معين وبضل يسأله نفس الأسئلة هاي وما بتعلم منها. خلينا يا سيدي ما نطول أكثر من هيك، خلينا نشوف شو هالأسئلة المستفزة. بتكون قاعد في الحمام الله يعزكم ومسترسل، يعني ماخذ راحتك في الحمام، بيت اسمه بيت الراحة، بيجيك واحد بيحاول يفتح الباب، الباب مسكر طبعا أكيد، يعني قاعد في الحمام أكيد مسكر الباب يعني، فما يفتح معه الباب، بدق على الباب، فأنت تتنحنح عشان ما بتفتح الحمام، رجع بدق على الباب، برجع بدق بقول لك في حدا جوا؟ لا لا، صوت الضمير، هذا صوت الضمير اللي جوا، لا ما في حدا جوا، بدق في حدا في الحمام، ترجع تتنحنح أنت تعلي صوت الكحة. أنت ما بتحب يعني تحكي في الحمام أنت مثلا، أو يا سيدي بلاش في الحمام مشغول يا سيدي في الحمام مركز في شغلك، ما بدك تحكي بأي سبب من الأسباب. برجع بدق، شو في حدا في الحمام ولا لا؟ يا عمي آه والله وحياتي في حدا في الحمام، ما دام تحاول تفتح ومش راضي يفتح الباب، وفي جوا صوت كحة، في صوت انت سامع حدا بتنحنح، معناته في حدا جوا الحمام معلم، مش اوت اوف نو وير طالع كل هذا الحكي. هلا المشكله مش في هذا اللي مصر انه هو انه يعرف اذا في حدا في الحمام ولا لا، المشكله في زعيم الفضول، ملك الفضول اللي بيجيك بدق على الباب وانت بتصير كل القصه تبعت قبل شوي، بعدين هو بقرر يسالك شو بتعمل؟ شو اللي شو بعمل؟ يعني انا متاكد مليون بالمية انه انت مش حابب تعرف انا شو قاعد بعمل شو. بعدين يا سيدي اقول لك بخصب يورانيوم. لا لا لا، بوقع قاعد في اتفاقية الغاز، انا قاعد جوا هلا بوقع باتفاقية الغاز، عشان هيك انت قاعد بتدق وانا مش قاعد برد يا سيدي. عرفت هيك يعني، عرفت انا شو قاعد بسوي جوا. بعدين هذه مش عارف انا ليش اسئله الحمام مستفزتني كثير. كون في الحمام ما دول الشخصين بيختفوا، بيرجع بدق واحد عليك بقول لك مطول. لا سيدي مش مطول، مسافه الطريق يعني، انا ان شاء الله ما بطول عليك، بجيك على الموعد يعني، موعد الخروج من الحمام ان شاء الله ما بتاخر عليك بالمره، انا مواعيدي بالليل طبعا. مطول ولا لا يا معلم؟ شو بعرفني اذا مطول؟ هاي تسهيل من رب العالمين. هلا احنا كلنا متفقين معلم انه كل الاشخاص اللي بسالوك هاي الاسئله هو ما يعني مش كثير فارق معه انت شو راح تجاوب، هو سؤال وبحكي يعني، والزلمه حافظ الموضوع، حفظ، دق على الباب ما فتح الباب معناته مين اللي جوا، شو بتسوي، مطول ولا مش مطول. يعني هذول الاسئله الثلاث بيجوا مع الحمام، زي اللي بيسالك مثلا مين اللي جوا، كريستيانو رونالدو جوا الحمام، مين اللي جوا، دكتور فيل، او مين اللي جوا، اينشتاين. انت شو فارق انا اللي جوا؟ طب كل هدول كلهم معناهم انه في حد جوا الحمام وانت بتستنى عشان يخلص، المشكله انه في حمام ثاني روح يعني، مش شرط تدخل الحمام اللي انا قاعد فيه. هلا انسى كل هدول اسئله الحمام كوم، واللي بشوفك منهم انك طلعت من الحمام بسالك خلصت؟ لا يا سيدي ما خلصت، طالع استراحه. لا ما خلصت، طالع كمل في الصالون. ولا اقول لك استراحة بين الشطين. شو اللي خلص؟ اعطونا من الزلمة من الحمام، اكيد خلص يعني، شو اللي السر الغريب يعني. من الاسئلة كمان اللي بتستفزك اللي هو بيكون عارف انك انت زلمة بتخلص شغلك الساعة 6، وتحديدا اليوم اللي بتخلص فيه الساعة 6، وعارف انك انت طالع الساعة 6 برن عليك، قال له مرحبا شو معلم خلصت شغل؟ لا الدبات في الشغل. انا زلمه انتمائي للشغل هائل، واليوم انا بدي اضل في الشغل ما خلصت شغل. ولا اقول لك لا لا سيدي هم بعتيني بعثه على البيت، انت روح بعثه على البيت، روح اعاره. طيب اكيد انا مضطر اقول لك انه السؤال دائما لما تروح من اي مشوار على البيت، خليني اخفف الاي سي، لما تروح على البيت من اي مشوار يا معلم
امك، اختك، جارتكم، اي حدا، اي حدا في البيت عايز اسالك شو روحت؟ لا ما روح. انا بس حسيت انكم اشتقتوا لي، بعثت لكم مجسم 3 دي عني، روبوت شبهي يدخل عندكم على البيت عشان انتم ما تشتقوا لي اكثر من هيك، بتهمني مشاعركم. انا شو بدي من هالدنيا غير انكم تكونوا مبسوطين وما تشتقوا لي؟ طبعا وقف وقف وقف، يعني انت يعني مش فاهم، انا بتوقف وهي خضراء. هذا اللي بيضغطك اللي على الاشاره، اللي بيكون شوفوا الشعب الهندي والمغتربين هذول بيخافوا كثير من الاشاره، فانت مش زي انه الاردن معلم انه خضره بلش ترمش طير من اخر الكوكب وقطع الاشاره لما تصير اورنج وبعدين لما تصير حمراء. ما هي ما صارت حمراء كثير. لا هون الموضوع قبل ما تصير خضراء كثير بوقف. في يا اخوان اسئله جدا مستفزه اختي، الله يخليها. يا حبيبتي حبيبتي يا ابو الحكي، مش عنك يا اخي، مرتك ترن عليك تسالك تقول لك مين هاي اللي عملت لك لايك على الفيسبوك؟ عادي، مين هاي اللي حاطط لك كومنت؟ مش مشكله، بس ان اختي تكون فاهم موضوع العلاقه بيني وبينها غلط وترن علي كل ما حدا يعمل لك كومنت ولا لايك. ايوه ايش ابو الجواز، مين هاي الاموره اللي عملت لك لايك على الفيسبوك؟ شو بعرفني؟ شفت انت قاعده بتشوفي الفيسبوك قبل ما الفيسبوك اصلا يطلع النوتيفيكيشن عندي، فالموضوع عندك، مين هاي الامور اللي عملت لي اللايكات؟ علم اكثر اكثر اشي بتستفزني لما تيجي تسالني اكون انا قاعد معك، لا انت صاحبي ولا بتمون علي ولا بعرفك ولا بتعرفني، انت صاحب حدا، صاحبي ولا صاحب اخوي ولا اقول لك اشتغلنا مع ولا ما اشتغلنا مع بعض ولا بتفكر حالك صاحبي، كل هدول العلاقات اللي انت مش فاهم شو هم، تيجي تقعد معي ونكون قاعدين اصلا نحكي عن الفوتبول مثلا، عن كره القدم، عن المباريات، عن الصيدله، عن اي شيء الا شغلي، وفجاه تسالني والله قديش راتبك؟ انت بايش بهمك تعرف؟ ليه تسالني عن راتبي؟ انت ايش اشتقت له مثلا؟ يعني شو اخبار راتبي؟ يعني شو بدك اخبار راتبي؟ انا ما بعرف شو اخبار راتبي. بعدين يا اخي ما تحرجني، ما تحرجني، افرض انا زلمه بقبض قليل باخذ راتب قليل وانت احرجتني وحشرتني بالزاويه، مو واحده من تنتين، يا راح اكذب عليك واقول لك رقم كثير اكبر، يا اما راح اقول لك الرقم هذا الصغير اللي انا مش حاب احكي لك اياه واللي انت مش محتاج انك تعرفه وتحزن علي، انا ما بدي اياك تحزن علي، يعني انت بتخرب صورتي قدامك يا معلم. او افرض انا باخذ رقم كبير وما بدي احكي لك اياه ان انا باخذ هذا الرقم الكبير، لا يسالني الاسباب يا اخي، اعطيني حريتي، اعطيني مساحتي معلم. ولا السؤال الارض جو اللي انا ما بفهم شو سببه، ايش يا معلم متى بدنا نفرح فيك؟ انت ما في داعي تفرح فيه، هسه هذا السؤال اصلا يعني سؤال شماته، متى بدنا نشمت فيك؟ مش متى بدنا نفرح فيك، لو بحكي نفسي انت شو معلم متى بدنا نفرح فيك؟ معلم انت ما راح تفرح فيي، انا ما بدي افرحك فيي، انا اساسا انا ما بدي افرح، انت شو دخلك؟ بعدين ليه انت، انا بحس انه حياتك متوقفه علي، انت كل الانبساط اللي في حياتك متوقف على الاشياء اللي بتبسط جاسر. يا اخي انت ما راح تنبسط لما انا انبسط، انا عارف متاكد 100% بالموضوع، يعني ما بهمك ولا من قريب ولا من بعيد، راح تيجي وتلقط مثلا، يعني انت جاي وتلقط، لا انت بكثير عمليك صحبه راح تحضر عرسي، لا طيب انت يعني انا راح اتجوز من عيلتكم، لا طيب انت حتتاثر لما انا اتجوز، لا انا بعطيك مصروف فانا لما اتجوز انت راح تنضغط فما راح تاخذ كل المصروفات فراح اكسبه بينك وبين مرتي، لا طب انت ليه تسالني هذا السؤال اللي انت بالنسبه لك لا هو مهم لا من قريب ولا من بعيد؟ اكثر سؤال عندنا في الاردن، اكثر سؤال متداول، اكثر سؤال مستفز، واكثر سؤال جوابه يعني معروف شو هو، واللي انا ما اعرف اذا هو موجود في قرات ثاني صراحه ولا لا، ليد واحد بيقول لصاحبه شو في ما في، بيقول المشكلة الثاني برد عليه بيقول له صافي واتي، طبعا ما بعرف يعني انا مش فاهم شو السؤال، مش فاهم اصلا شو معناهم، يعني المشكله مش في السؤال صراحه، ما عندي مشكله في السؤال، ما عندي مشكله في الجواب، يعني انا عندي مشكله انه السؤال اللي سال والجواب تجاوب والاثنين فهموا على بعض وانتهت المحادثه، ويعني عندي مشكله انه هاي طلعت اصلا محادثه كامله شافيه وافيه فيها إيه كل الأسئلة أنت ممكن تسألهم وفيها كل الإجابات اللي أنت ممكن تسألهم واللي ما هتفهمهم، يعني صراحة كل الإجابات اللي أنت ممكن تجاوبهم واللي ما هتفهمهم صراحة. بعدين أنا لما حدا يجي يسألني صراحة هذا السؤال أنا بنعجب، والله بنعجب، بيجي بيقول لي شو في ما في، طب أنا عايش لازم عايش لازم أجاوب على شو في ولا على شو ما في؟ أنا مش عارف إيش أجاوبك صراحة، عجبني anyways
ما في إشي وفي كل إشي عشان أريح راسي. ولا أقول لك صافي واقفي معلم. بعدين معلم أنا مش مضطر أقول لك أكيد عن أخوك ولا أختك لما يدخل له الساعة مثلا واحدة ونص تنتين هيك بالليل على غرفتك ويدخل شوي شوي لما الضوء مطفي وانت مسكر وانت متغطي والدفى وكل الأمور هاي اللي توحي بكل إشي إلا السؤال تبعهم. فهو هو بتحرك بالهتنة إلا يطلب شغلة يعمل له كركبة. فأنت بتصحى إنه شو إيش بدك شو بتسوي في الغرفة؟ طلع عليك النظرة هاي شو نايم؟ لا والله بتطمن على الفراش معي. لا والله بتذكر قاعد في بنود اتفاقية الغاز اللي كنت أسويها في الحمام اللي أنت سألتني شو بعمل واضطريت أجاوبك عليها لأنها كانت اتفاقية سرية. وقاعد براجع البنود لانك عجبتني هناك وصراحه زعلان من كم بند من اللي انا وقعت عليهم وما انتبهت لهم وانت عجبتني هناك. ايش نايم يعني انت داخل كل هاي الاجواء ما اوحت لك انه انا يا سيدي مش نايم مش نايم مش نايم قاعد بفكر في الثقوب السوداء مال قاعد بفكر قديش استهلكوا صوف وخيطان بخياطه الحرام هذا عشان هيك انا طافي الاضواء ومركز بس في خيوطه عشان ما اتشتت. نايم والله نايم. أكثر سؤال بنسأل وبستفز البنات. خلي معلم بنت أختك أمك مرتك صاحبتك زميلتك في العمل أي حدا من هدول يكون عندك أنت وهي موعد سواء أنت وأختك وأمك وحدا منهم طالعين مثلا أو عندكم موعد أو عرس أو whatever أو أنت وزميلتك في الشغل مثلا في ميتنج رايحين عليه مع بعض طالع يعني أي شيء وهي تكون لابسة أمورها تمام متمكجة على سنين جدا عشرة وانت اجل وقت هيك تدق على الباب تبعها تفتح الباب وهي تطلع لك وهي جاهزة انت اسألها شو ما جزت لسه تأخرنا متى بدك تجهزي؟ طبعا هون انت زي مش اللي سلختها سبعين شب شب لا انت شمطت حالك سبعين كف على خد واحد البوز من هون لا لوين بقول لك السودان معلك سولت عيشتك من اليوم وطالع يعني جزت انت كيف ما تشوفها معلم ان شاء الله هسه صاحي من النوم بالبجامه بالهواء وبتجنن وخليه تقول لك انه ما جهزت انت لا تحاول تتخذ هذا الاجراء الخطير عليك. بعدين اذا زلمه وقد حالك معلم اسال بنت تقول قد ايه عمرك ولا اسالها قد ايه وزنك يا حبيبي حبيبي شو راح يصير فيك والله راح نشتاق لك بدك معلم تخسر عمرك بدك البنت او مش اسال البنت اعطيها نصيحه هيك لما تشوفها اقول لها صراحه وجهي كثير احلى بدون هدول الرموش اللي مركبتيهم صراحه رموش كثير احلى بالرموش اللي من النوع الفلاني او البراند الفلاني مركب رموش ولا مش مركب رموش معلم راح تسود او اسالها عيونك ولا لينسز يا ما شو صار فيك اوعى معلم اوعى تقرب على لينسز دون دو ذات ات هوم ولا اوت اوف يور هوم ولا في اي مكان ولا حتى بسرك. طبعا سؤال ارض جو اللي كل الكوكب بيحكي لك عنه الى كل الديك يعني هذا السؤال مش فاهم انا كيف حطه درك يا ماما كيف يعني الى الديك صح هو معلم كيف مش فاهم والله مش فاهم انا كيف يعني الى الديك هلا هو لا الي ولا للديك اريحك يعني اوعى تجاوب جواب يعكمك في هذا في هاي العجقه تبعت الاسئله اسمع معلم لك كل الديب ولا الحدا لك انت اوعى تقرب عليه. اكثر سؤال او اكثر شغله مستفزني شخصيا لما تكون على التلفون وقاعد اما بتحكي على التلفون مكالمه او مثلا شاتنج مع حدا مثلا واتساب فيسبوك يعني وات ايفر الشيء اللي بتعمله على التلفون حدا هيك يطلع عليك شو معلم مع مين بتحكي معلم شو دخلك انت مش عارف اني قاعد بركز على التلفون انت ليش قاعد مركز مع تلفوني وفي حياتي اكثر من متركز في تلفونك انت وحياتك انت يا زلمه اعطيني السبيس تبعي ليه ما اخده خليني انا اقرر اذا بدي احكي لك ولا لا سيدي اقول لك بحكي مع اختك يعني ليه تحطنا في هذا انت الحاله الوحيده اللي همك انا مع مين قاعد بحكي اذا بحكي مع حدا من اهل بيتك امك اختك اخوك ابوك بس اكيد ما بهمك اذا بحكي مع امي او اختي او ابوي او حدا منهم معلم الله يرضى عليك. بعدين الاحلى من هدول كلهم المشكله الفيديو طول كثير احلى من هدول كلهم معلم اللي بيجي بيقول لك والله ممكن اسالك سؤال لا دائما قول له لا اوعى تقول له معلم
انا صراحه دائما هذا السؤال بجاوبه لا والله اي حدا بيجي بيقول لي ممكن اسالك هذا لا ممكن احكي لك شغله لا طب ممكن لا اي شيء ببلش ممكن انسى معلم لا اوعى علم حد حدا من جهل يسالك اذا فاضي ولا لا سواء جواب فاضي ولا جواب مش فاضي على الجهتين تدخلت في الحيط معلم اذا فاضي بصير طلع بده ياك معلم تهد معه بيتهم ولا تروح معه توصل على المطار وانت اصلا بينك المطار 4 ساعات لازم انت ماشي انا فاضي ارد عليك سؤالك فاضي اعطيك معلومه فاضي اوصلك على المطار معلم ولا مثلا اذا قلت له مش فاضي انت مثلا اكلت المقلب المره الماضيه سالك فاضي فانت معلم حدق ما راح اوصلك على المطار مره ثانيه لا مش فاضي طب خلص معلم والله احنا كنا حزين ليلتين على تركيا وكنا حاسبين حسابك خلص مشكله المره الجايه يلا سلام واستنى يلا بنشوفك معلم طالعين على المطار يا زلمه والله فاضي لا معلم تروح عليك على الجهتين رايح عليك هذا السؤال هو اكيد في معلم لو ما هذا السؤال لهون بكفي اسئله مستفزه احكوا لي شو في عندكم اسئله مستفزه بتمر عليكم طبعا غير الاسئله اللي حطيتها الفيديو الله يرضى عليكم هذول اكسكلوسيف غير الأسئلة اللي حطيتهم الفيديو شو بتمر عليك أسئلة مستفزة أنا متأكد إنه في عندك حط لي إياهم بالكومنتس إذا عجبك الفيديو اعمل لايك شير سبسكرايب إنيبل أكيد النوتيفيكيشن بيل وبنشوفكم النكش الجاي.